السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهد قناة شوف تي في، مرحبا بكم عبر هذا البث المباشر الجديد بمدينة الدار البيضاء. دوري للميك واحد شوية، دوري جهة أخرى، دير واحدة فمك. بمدينة الدار البيضاء معنا حالة إنسانية للسيدة تعيش الجحيم لا يطاق. سيدة سبق تزوجات وعندها بني وليد عنده 4 سنين، ياك لا؟ أربع سنين بلاتي، عند 4 سنين، والغالي في الامر ان هي كاريه واحد الغرفه ب 700 درهم، هي 14000 ريال، تجيها حتى 250 درهم في ما بين الموضه. الغالي في الامر ان هي تعرفت على واحد الشخص وحملت منه، ودابا في الشهر التاسع قريبة تولد، والسيد ما بغاش يعترف ببنته اللي في الكورس ديالها. السيده تعيش حياه من الجحيم، حياه بسبب انها قريبة تولد، ما عندها لا دواء، ما عندها لا حتى شي حاجة. الشيء الآخر هو هي كاريه بيت ب 700 درهم، كوزينة ب 700 درهم، مهددة بالإفراغ، لأنها تندب 3 شهور ومولك راه تيتسالها، تيقول لها تقول لها مرات الدار يعني ربما تولدي غادي ما غاديش تخرج ليا من الدار، باش ما نطولوش. هذا مشاهد قناة شوف تي في، السيدة حنا حطينا رقم الهاتف ديالها، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى مني يسالي هذا البث المباشر، تعاونوا معاه تساعدوا، حطينا لها الرقم ديالها. لا يمكن السيده عاشت تجربه الزواج النوبه الاولى فاشله، عندها وليد عنده 4 سنين. المشكله لا اله الا الله محمد رسول الله. عاود قالت انا غادي ربما نلقى واحد الانسان نحط عليه راسي وتزوج به وساعدني. اذا الشخص ما تيعترفش اللي في الكرش ديالها، وهي جنينة طفلة وهي قريبة تولد. نعاودي المشاهد قناة شوف تي في، السلام عليكم. السلام عليكم. ايوا واش نقول لك، انا مرض عندي نفساني دابا، ولا فيا مرض نفساني، ما نقدرش نعبر داك الشيء اللي عندي في قلبي. ما كديني لا العرس لا ماكلة لا شراب، كنفكر بزاف وكثر هي في الفراغ. ملي كيتصور لي مولا الدار تقول لي فرعي سيري شوفي فين تسكني، عاودت نمشي ناخد غير بيكا ونمشي للخلا نسكن، ولا ملي قبل الدري والدري لا نسان ما قدرتش. راني درت النداء الاول النداء الثاني وهذا الثالث غير هي لا بالنسبه للجنين، الجنين في البطن ديالك صافي الوجع دابا هذه سيمانه وانا كتقطع بالوجع. قريبه تخرجي، قريبه تولد، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يفك ان شاء الله وحيدك بخير ان شاء الله. غير بالنسبه للسيد اللي وقع لك معاه، اللي وقع لك معاه المشكل، علاش ما بغاش يعترف بالدريه اللي ربما هي الابنه ديالته؟ علاش ما بغاش يعترف؟ عيطوا ليه الناس وعيطوا ليه والعائله داك الشيء، قال لي واخا انا جاي انا جاي مشى ما جا، هذا هو الحال ديالو. ما قطع حتى التليفون، ما بقاش كيتصل، ما بغاش يتصل بيا. ايوا دابا انا تهورت بزاف، ذاتي مريضه، الدري ما كيقراش ليا دابا، المصروف ما عنديش، ما كنصيفش ما نقدم ولا نوخر. ما انا دابا من الحماله لهنا تعذبت، عاود تعذب كثير بزاف، ما قدرتش، ما كنصيف لا باش مربوطه، عندي بوطه صغيره ما كنصيفش باش نعمرها، راه ما بقيتش كنقد نهضر، ما بقيتش كنقد سخفانه. كنصيفها واحد الجاره مسكينه، هي اللي كتهبط ليا كسكسو مولا الدار، هي اللي كتعطيني هكا كسكسو اللي كديرو تقوتني هكا. اما راه ما قدرتش نعبر داكشي اللي في قلبي، شني ما كنطلب من شي محسن اللي شافني ولا شي محسن ولا شي محسنه، راه عشان نقول لكم القلب ديالي ما بقاش كنقد نهضر به. مرض نفساني يعني. كنفكر في هاد الوليد ضايض عليا بالقرايه، ما كنصيفش علاش نعس، ما كنصيفش علاش حوايجي دلبوس بعتهم باش عطيت الضو، باش خلصت الضو في كورونا، باش خلصت الما والضو، بعت ما نطيب ما خليت ما بقى لي والو، كنعس على الضوس وهاد الحصيرة وواحد الطلميط وهاد المانطا، وواحد المانطا كنتغطى بيها صافي، هادشي لي كاين.
وكنطلب من شي محسن ولا شي محسنه تنقدني انا وهاد الوليدات. الله بالنسبه للجوج الطريق ديالك ربات الدري الاول واش ما تنفقش عليك؟ مريض مسكين مريض مريض مرض هذاك مرض اللي كيدي صافي ما كيبات في الخلا وكيبات صافي مرض مرض يعني مرض, مرض. عند يعني دخلتي في واحد العلاقه اللي هي علاقه فاشله نتج عليها حملتي بدري اللي في الكرش ديالك تنتمنى ربي يفك وحيدك بخير. حنا كنبات فيا الوجع بزاف. هذا السيد هذا واش هذا ما تيشوف ما تيراعيش الله ما تيخاف ما حتى شي حاجه تيخلي السيده باقا صغيره يعني دار الفعله ديالو حملتي منه تيزيد وتيخليك. ايوا كنطلب الله انا هي ترفع بنتو ويديرها في حمدانية. هادشي اللي كان انا هادشي اللي كنطلب وكنقول لشي محسن ولا شي محسنة اللي شافتني بهاد الوضعية تعاونني واخا برحمة الوالدين واخا غي يديرو معايا. راني عييت نصبر عييت نصبر بزاف وانا الحمد لله صابرة على وجه هاد الوليد وهاد البنية اللي تزاد. هادشي اللي كاين راني قهرت قهرت وكنطلب من الله وجلالة الملك محمد السادس يشوفني في هاد الوضعية هو يرحمني باش ما كان وغير شي سكينة وخا غي بيت غي بيت شي بركة غي بني كيديرو عليا غي بني كيدقوش عليا مالي الكرا. راني تقهرت دابا وما حيان ومكنقدش دابا تنهضر. مشاهد قناة شوف تي في كما سمعتو دوك انا ما بغيت حتى شي حاجه هي مسكينه يعني جميع المطارق جاو فوق المراج ديالها فوق من المطارق عايشه مسكينه بالجوع. الدري صغير عنده 4 سنين محتاج رعايه محتاج للحنان محتاج للعطف محتاج لبزاف د الحوايج. هي دي اختكم هاد السيده هادي يعني اعتبروها اختكم بنتكم امكم ساعدوها وقفوا معاها. والغريب الغريب في الامر ان هي قريبه تولد يعني لا اله الا الله محمد رسول الله كما تشوفوا مشاهد قناه شوف تي في خرجوا لي دواء والله ما عمرني شربت شي بغيت تتعاني الامرين امر هروب السيد اللي حنا عندو ما عطاوش بها 10000 ريال وزائد حمل زائد الفقر زائد المرض مرض الدار تهدها باش تخرج افراغ تفرغ من الدار. لا اله الا الله محمد رسول الله تقولي خرجي راه كيرغبوها الناس وهادشي وهي كتقول لك والو تخرجي ليا من دار بيتي نكري باش يرد ليا المصروف. تاهي مسكينه محتاجه عندها السكر تاهي عندها مرض تاهي الله يحسن العوان كله الظروف ديالو. راني ما عندي لا تلفازه لا حتى حاجه تلاجاي وخاسره عطات لي واحد المرايه وخاسره ما عندي حتى ما نقدم ما نوخر حتى شي حاجه ما نبيع دابا ولا شي حاجه ما عنديش. الدري بغيتو غير كيقول ماما خصني الروسو خصني التلفازه خصني ماما هادي خصني هادي واش نقول لك ما قدرت انا حتى على حاجه. انا بغيت انا هاد الدري ما يضيعش ليا وهاد البنيه تزاد ما تضيعش ليا وكنطلب الله شي مسؤوله شي مسؤوله تشوفني وترحمني وترحم هاد الوليدات. اكيد ربي كبير معايا في السبيطار في الدواء وفي الولده راني ما عندي حتى واحد. عندي المسلمين اللي يشوفوني وشي مسلم اللي يشوفني ويرحمني ما عنديش اللي يدخل يدق عليا الباب بحال عليا بابي. اكيد لا بالنسبه للشعب المغربي تيشوف فيك اكيد ان المحسنين غادي يتعاونوا معاك غادي يتعاطفوا معاك غادي يساندوك. اكيد بان حنا مغاربه معروفين حنا المغاربه ما تنبذوش وضعياتنا وربي كبير وربي اللي دائما تيخلق العبد ديالو قادر باش يرزقو. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى. مشاهد قناه شوف تي في كما تشوفوا من السيده هي الاوراق ديالها تعيش حياه لا تطاق باش نوريكم المنزل ديالها اللي عباره على كوزينه فيها تقريبا شي متر وشي حاجه. شوف بالنسبه للسقف ديالها ما كيقطر عليا من الساريه في الليل كيبدا كيقول لها ماما راه كيبكي الحيط كيبكي الحيط. لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهد قناه شوف تي في كاريه كوزينه عباره عن كوزينه ب 700 درهم وحتى الماء والضوء تجي 500 تجي تقريبا 250 درهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. مول كرات 3 شهور اللي ما كنصيفش باش نتغطى مانطا وحده اللي هذيك عطاتها لي عا واحد المره في الجامع مشيت عندها دقت عليها في الجامع هذيك المانطا عطات عليا واحد المره قلت لها عطاني مانطا انا راه معيت مانطا باش خلصت سميتو واحد الدواء شريته وعطاتني ديك المانطا مسكينه باش كنتغطى. راه ما عندي لا ما نفرش لا ما نقدم لا ما نوخر. هاد الدري كيبات ليا مسكينه هنايا على هاد الطوميطه هادي هادو هما الخدا ديالها. انا راه ما عامريش بالحوايج هادو الحوايج اللي عطاوني للدري كنعمرهم بيهم.
من الحوايج راه ماشي خداني عامرين عندي ولا صوفا ولا شي حاجه. طب يعني الناس حويجات كنديرو في خديديات باش كنجلسو عليهم انا والدري. ايوا كنطلب الله شي مواصلة شي مواصلة تعتقني باش ما كان. ومحمد السادس كنطلبوه الله يخلي لينا ويخلي له وليداته ويخلي له الشرف العلويين كاملين. هادشي اللي كنطالب انايا. مشاهد مشاهد قناة شوف تي في، كما قلنا غنعاود نزيدو رقم الهاتف ديال السيدة اللي هو 06-32-84-20-90. رقم الهاتف ديالها هو 06-32-84-20-90. هذا هو رقم الهاتف ديالها. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى وتنتمنى من المحسنين من ذوي النيات الحسنة من ذوي القلوب الرحيمة باش يتعاطفوا مع السيدي يتصلوا به يعاونوه باش ما قسم الله. والغريب انها هي قريبة مريضة ولد. مريضة عيانة ماشي حتى هي هذيك في دارني مريض مكتبش. يعني تطلب غير شي بيت فين تسكن هي وولدها اللي عنده 4 سنين والبنت اللي هي قريبة تولد ان شاء الله وتنتمنى باش ربي يفك حيلها بخير. انت يدي ما كان قلت لها نطلقوا لا والو تا هو اللي باش نخدم به راه ما عنديش الصحة اللي باش نخدم معاه. يدي راه مقطع لي العروق هاد الصبع هذا. هاد السيد اللي وقع لك المشكلة ما فكرتيش تدعي ترفعي دعوة قضائية باش يعترف بالبنت ديالو؟ جيت عند واحد الناس وعيطوا ليه وعطوني النمرة ديالهم قالوا لي ملي تولدي عيطوا ليه ساعات والو مكاينش. لا حياة لمن تولدي. انا جاي ما جاش اليوم الان. دابا المشكل مشاهد قناة شوف تي في، حنا دائما حنا ماشي حنا راه حنا ماشي قرآن، جميع حنا كاملين تنخطئوا، حنا كاملين خير الخطاؤون التوابون، كاملين حنا تنخطئوا، إلا يعني كانت السيدة بالفعل يعني ذنبات أو ما هي مسكينة ما عرفتش حاجة، قالت أنا غادي نقلب على واحد الإنسان ربما تعرف كاين واحد الأشخاص اللي كيعطيهم واحد الكلام معسول، أنا غنتزوج بك أنا غادي ندير لك إين فوار غير. كتحمل السيدة أو شي حاجة تيهرب أو تيخليها للعذاب. ولكن ربي كبير ربي كبير وربي كبير وربي كبير ونعمة بالله بأن دائما دائما أي مسلم ربي اللي خلقه راه قادر باش يرزقه. تتقول لك بأن هي قريبة ولد الدري مسكين عنده 4 سنين المدرسة محروم من المدرسة عيشة 4 سنين مشى للقرا ماما مشاو الدريات يقراو مشاو عيشة في كوزينة عبارة على يعني تنقول حنا متر او متر وشي حاجة كريها ب 700 درهم. ماشي واحد لا دور معاه غير ب 10 درهم كيجيبها ويقول لها ياك ماما شري لي بها كتوبة شري لي كتوبة. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما قدرتش انا ولدي ضحك من راسي اضطرني ولدي تا هو كثار اضطرني بزاف. كيما تشوفوا كيما سمعتوا مشاهد قناة شوف تي في بنا تقول لك الدري الا عطا شي وحده غير 10 دراهم او درهم كيجيبو عندها او 10 دراهم ولا 5 دراهم. ماشي وحده دورت معاها هكا شي مره كيجي وتيقول لي يا ماما سير شري لي كتوبه. يعني حنا ما خصناش نحرموا هذا الطفل حتى من الدراسه ديالو. تنتمنى من المحسنين تنتمنى من الشعب المغربي تنتمنى من الناس محسن داخل المغرب وخارج المغرب شوفوا هذه القضيه ديال السيده مطلقه سيده بنات دوك الراجل الاول يعني راه مريض بزاف عاود يعني بغات تكرر الزواج للمرة الثانية لكن لسوء الحظ ديالها فشل ليها داك الزواج. والغريب في الأمر أن هي حملات من واحد الشخص ما دارت معاه لا حق الزواج لا حتى شي حاجة وناض خلاها حتى حملات وهرب وخلاها. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى تنتمنى من المحسنين وصل الميساج ديال هاد السيدة هي بين يديكم هي حداكم. انا طرد رجليكم انا طرد رجليكم اللي شاف لي الله يرحم لي انا وليداتي راني ما كنصيفش ما كنلاش التخمم اللي كنخمم بزاف والبرد اللي طالع معايا هو اللي ما كيديريش الناس كرماشي في الماكله ولا في الشرب واخا ما عنديش ماكله والشرب كنصبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. في البرد كرمات في البرد كرمات بالفعل هاي امرأة حاملة وعندها ولد وما لقات ما تاكل ما تشرب زائد مهددة بالإفراغ ومن المعتضات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تنتمنى منكم انتم الشعب المغربي منكم المحسنين تعاونوها. ما سمعتش باش ندير بطاطا هي جبت جوج بطاطس مع الجارة
راه في الطاسه وقال لي ماما نوض قلي لي البطاطا، ما عنديش باش نقلي له البطاطا، ما عنديش باش نشعل ليه البوطه باش ندير ليه الزيت، ما عنديش. الدري بغى بطاطا، راه درتها نقيتها وما صبتش الزيت وجلست بحالي، ما صبتش جهد شي حاجه باش ما قدرتش. بالفعل خويا سمير اللي مستعد ياخذ الاجر في هذه السيده، في هذه السيده اتصل بها هذا التليفون ديال حنا درناه وعاود كررناه وذكرناه مرارا، يساعدوا مع هذه السيده. هذه السيده تحتاج الدعم ديالنا حنا كمغاربه، المسانده المساعده، ربي عقاش حنا المغاربه معروفين بالكرم وبالمساعده وبالتآزر وحتى بالتقديم يد المساعده. الناس تيكونوا يعني تيطلبوها، هاي السيده هي حداكم، تتمنى من الله سبحانه وتعالى باش تخفوا معها باش تساندوها باش تعاونوها. لا الكلمه الاخيره شنو بغيتي تقولي للشعب المغربي؟ انت على البث المباشر. انا كنقول لهم اللي رحمني رحمه سيدي ربي، وراني في حاله الحريق في يد الولده، كاين النهار اللي كنقول غدا الولد وبعد الولد. دابا سمعت غير الصباح صباح الوالده، راه ما كاينش اللي يدخل لي غرف د الماء، الا ما نوضتش عيطت شي واحد يجيب لي الماء ولا يقرب حدايا الماء، راه والو. ما كان الحريق ما صبتش اللي يعاونني، ما صبتش اللي يحن فيا واللي يرحمني، ما صبتش. بالفعل مشاهد قناة شوف تي في سمعتوا، كنطلب شي محسن ولا شي محسنات مآسي.